बाकायदा इफ्तिताह और बाकायदा आगाज अल्लाह तबारक व तआला की पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद से किया जाता है। तलावत के लिए माइक पर दावत देता हूँ जनाब कारी मोहम्मद अनस बिन अब्दुल कारी अब्दुल मतीन साहब, माइक पर तशरीफ लाएं और तलावत कलाम मजीद फरमाएं जनाब कारी मोहम्मद अनस बिन कारी अब्दुल मतीन असगर साहब। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك بك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.